نهر الفرات هي بداية العالم وهي النهاية. لما ربنا خلق العالم عمل جنة اسمها جنة عدن، بتطلع منها أربع أنهار منهم نهر الفرات. يعني لما تيجي تسألني الإنسان اتخلق فين، أقول لك في العراق ما بين النهرين حداقن والفرات. في أربع أنهار، اتنين التمر واتنين موجودين، حداقن اللي هو دجلة والفرات اللي هو الفرات، واتنين انتهوا، والأقوى الباين اللي هو نهر الفرات، لأن نهر دجلة ضعيف شوية، لكن فرات هو الغزير. أول قضية سفك دم في العراق، قايين قتل هابيل والدم السفك. لما ربنا قال لنوح ابن فلك بنى الفلك هناك في نفس الأرض في العراق.